معكم حلقة جديدة مع ستيوب جيمينج. النهاردة كده عندنا لعبة جي تي اي في، وفي أول يوم العيد يا جدعان تحديث رهيب. قبل ما ابتدي يا جدعان، عيدكم مبارك والعيد فرحة. ديلا يا فلسانيز، ونزلوا لنا شوية حاجات يا جدعان، والله رمزتت جدا جدا. أخيرا نزلوا تحديث في جي تي اي، أيوة كده ظبطونا. طبعا يا جدعان مجموعة عربيات وأماكن تانية جديدة وحاجات وحركات وأكشن. النهارده باذن الله هننبسط جدا يا جدعان، واحتمال يكون في اجزاء كتيره جدا في جي تي اي في، فخليكم جاهزين يا جدعان ومتحمسين. وايه ده، ايه ده، ايه الهس بس ده، بس بقى يا معلم. طبعا يا جدعان اول ما بتدخلوا اللعبه بعد التحديث هتجيلكم رساله، زي ما انا جت لي رساله. فين افتح اليمين، اوكي، اسمه الاس كار ميت. طبعا يا جدعان بيقول لي اهلا بك يا ابو اللزاليز، وبيقول لي هاي بيبي، تعالى يا بيبي هنوريك الشغل العالي يا بيبي. طبعا يا جدعان نركب العربيه الفخمه بتاعتنا وهنبدا ننطلق على المنطقه الجديده. مش هوصيكم يا جماعه باللايكات، هي دي هتكون عاديتي يا جماعه. انا ما باخدش عاديات خلاص يا فيديو ده يا جدعان، ل 100,000 لايك ونركب العربيه وننطلق للمكان الجديد. بس يا رب، اوه يا جدعان ده موجود فعلا على الخريطه، والله ما خدتش بالي يا جدعان انا فعلا محطوط اهو. ايوه بقى يا جدعان اهو، هو ده المكان الجديد. هنقول لي طبعا يا جدعان لو احنا جينا اشترينا اي حاجه مش هنعرف، لازم نروح المكان الجديد علشان الله الله بالعربيه الجديده يا ابو اللزاليز، بالعربيه الجولد يا معلم، ايه الشغل العالي ده. طبعا يا جدعان لازم نروح المكان الجديد علشان نقدر نشوف ايه الاوبشنات المتاحه والحاجات اللي بدات تنزل او الحاجات اللي نزلت. بس يا عم ليستر بفكك مني يا عم، هو يا جدعان انزل شويه يا جدعان، مش باين عينك والله العربيات خبطت يا جدعان، من الناس مالهاش لازمه. طبعا يا جدعان بحاول على قد ما اقدر ما اتاخرش، المسافه كانت كبيره بيني وبينكم، بس الموضوع يستاهل اكتر من كده يا جدعان. فنركن على كاو، على عليك اركن على جنب يا عم. ايه ده، 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 إيه ده. ايوه بقى اديله يا كبير، هنا اكشن يا جدعان، كله بيجي هنا ولا ايه؟ افتح يا ابو اللزاليز، نستفتح يا جدعان باول دخول للمكان الجديد، نستكشف مع بعضينا. طبعا يا جدعان انا شفته من بره في اللعبه، اوه اللي فيه درافتات، ايه ايه ايه، لا لا لا، ايه الجمدان ده يا جدعان، شويه عربيات فخمه، ايه ده العربيه دي كنت جايبها؟ طب مش ترحبوا يا ابو اللزاليز ولا انا مش مالي عليكم ولا ايه؟ Weren't that the race you won like third in? Girl, if I knew you was watching, I'd have smoked all of food. Oh, خلي بقى، ايه ده انا ماشي في نص الطريق. اه ماشي يا عم، ثري 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 في يا جدع. Hey, what's up? What's up, man? Come to take a look. وريني يا معلم. كله قاعد يا جدعان يرك لك. كله شغال بيعيد يا جدعان، مش فاضيين لنا. يا جامد يا جامد، اديله يا زعيم. You know Benny, that boy go hard, yo, the hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Mimi. Welcome to the LS Carmi, the heart of the scene. And I'm Hal. Hey, Hal. Have we met? Hal. No. Everyone looks familiar to me, especially if I clocked him in my rear view. Don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. طبعا يا جدعان المكان فيه معلن للدرافتات والحركات والاكشن، وقاعدين بقى نتفرج على العربيات، وبيني وبينك عايزين ناخد جوله. كابتن سيبنا بقى نتفرج، بيقول لك عندنا اسرع العربيات موجوده هنا. مين؟ مش معايا، وهنا وهنا، وروح واتفرج يا معلم. سيبني بقى يا عم بطل رخ، وخلينا نروح نتفرج على العربيات. قشطه. شفت يا جدعان؟ But if you want to get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Okay. عشان نجي يا جدعان عايزين نجيب مقر جديد، لازم نروح للبنت اللي كانت قاعدة عشان نقدر نظبط معاها يا جدعان. You leaving already? We got some work to do. Can't be sitting out here stunting all day. Hey, this is my new man. يا سلام، عاملين شغل يا جدعان، عندهم شغل جديد، مظبطين بزنس بقى وحركات واكشن. اهلا وسهلا. طبعا قاعدين بيتعرفوا على بعضيهم. طب انا ايه دخل في الموضوع، في بزنس ولا ما فيش؟ شكله يا جدعان ده بزنس. اوكي بتكلم ميمي. ميمي عامله صفقات يا جماعه. بيس بيس بيس، يلا بص بص اتحرك. الله الشغل.
والله بنات ما شاء الله عليها يا جماعه بالدرافت في المكان عمال يا ابو لزنيز انت والله انا جالي صدمه يا جماعه هو ايه الجراس ده والمنطقه دي كلها بتاعت البنات ولا ايه you know I got that ticket last week I ain't trying to lose my license Hey, إيه؟ what about you, King? ما انت انا اوكي يا عم بس فكك مني بقى وعايزين نخش نتفرج بقى عايزين نبدا الشغل بتاعنا اوكي وعايزين بقى الرخصات والحركات والدلع والحاجات بتاعتنا كده روح يا عم اخلع الله يسهل لك يلا سيبنا نستمتع شويه شفتوا يا جدعان اي حاجه اي بتاع هنرجع للميمي هي اللي هتظبط لنا الكلام وتقريبا يا جدعان هنقدر نجيب المكر الجديد عن طريقها فخلينا اول حاجه نشوف المنطقه واو على المكان وفخامته يا جدعان على اللجه يا جدعان الله ابو اللجه ليك لا 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 لا, لا. كل قاعد بتفرج هنا فرجني يا عم احنا بس نقعد نتفرج اهو نقدر نشتري من عند ميمي دو يو لاف مي ايدي واو على العربيات يا جدعان احلى حاجه في كل حاجه انتوا عايزينها عربيات ولادي عربيات بنات كابتن يفتح السيلف عايزين نعدي عايز اتفرج يا جدعان ده ايه التاريخ الرخامه ايه ده بس عربيات يا جدعان مش الواو قوي يعني منهم منبهرين قوي بيها كده ليه العربيه اللي شايلها بصراحه اللي فخمه احنا كنا جبناها هنا بقى طبعا عربيات قسم الكلاسيك واو الكلاسيك يا جدعان تحسه كده بهيبه العربيات القديمه بصراحه تحفه خلينا نشوف دي كمان لا 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 الشغل على الشغل وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده شايفين قاعدين جوه دول واو على الروقان خش اتفرج يا ابو اللذيذ وريني يا عم كله عمال يخمس جوه يا جدعان خلينا ما تشوف العربيات الله 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 نقدر يا جدعان نشتري العربيات دي من المتجر ثواني بقى اوريكم شكلها دي اللي موجوده في المتجر حاليا ممكن نجيب العربيه دي ممكن نجيب العربيه دي كمان بس اسعارهم ما اقولكمش خراب بيوت يا جماعه ممكن نجيب العربيه دي بس انا عيونكم والله اجيبها يا جدعان وعندنا كمان العربيه السيت معدله واو ده انت مظبطها تظبيطه صح والعربيه هنا يا جدعان برده مظبطين عربيه القرش تقريبا دي كانت عندنا خلينا نشوف اقسام ثانيه العربيات دي اغلبيتها عاديه اه عربيتها يا جدعان معدله بس مش الوقود عندنا في براويز هنا ولا ايه اوكي how's it going الشوب يا جدعان عشان بيعمل تاتو 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 دي طبعا الاشكال اللي حاططها عنده يا اختي كمان حاطط سكيلتون وهيكل عظمي ونستر وحاجات شكلها يخوف يا جماعه خلينا نشوف طيب القسم اللي فوق واو يا جماعه العربيات الفخمه دي بس مش دي مش بتكلم على دي بتكلم على العربيه التحفه واو لا ده انت لوحدك اللي واقف هنا والله انت غلبان يا ابني ودي جامده يا جدعان شايفين لامبورجيني يا جماعه بص ولا قاعد خلاص خلاص نفسه فيها حيكان صدقوا ده شبه يا جماعه الله توامي ده ولا ايه لامبورجيني محترمه يا جماعه عندنا ايه العربيه دي كمان تقريبا دي عندنا زيها خلينا نشوف طيب بقيه العربيات عربيه واو على الجمدان فراري يا جماعه عربيه فراري بسم الله ما شاء الله المنطقه هنا بصراحه عايزه لها قاعده 24 ساعه ومين ده كمان ده البوتجارد ده البوتجارد يا جدعان ماسك المنطقه بيظبطها اخدنا بقى لفتنا يا جدعان نروح بقى الميمي عشان نقدر نشتري عضويتنا اللي هنقدر نخش بيها تحديات وبكده نقدر نشتري مكان ايه الجمدان ده احنا هنشتري عضويه سنويه ده احنا هنظبط الكلام ميمي ظبطينا بقى اوكي خلينا يا جدعان نشوف بقى الاسعار عندها عامله ازاي والله يفرق معانا يا جدعان يلا نشتري العضويه ايش طب انت متاكد عيب عليك عيب عليك بس ما بيهموش اي حاجه اوه يا جدعان جالنا المفروض زي هديه هنقدر نستلمها وتقريبا هنخش زي سباق هنا فخلينا نشوف يا جدعان ايوه بقى ادي له ابو والله يا جدعان ما مصدق هنخش نعمل بالعربيه دي درفتات تخيلوا معايا اروح اظبط بقى الكلام الله 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 دوس يا زعيم دوس دوس انطلق 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 لو على الفخامه والله العربيه جامده يا جدعان والمكان شكله هنا فخم يلا 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 تير 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 انطلق يا معلم خلينا نشوف العربيه من جوه كده يا جدعان لا مسافه مسافه يا جدعان نشوف كده شوف السرعه بتخش على 80 مرتاح انطلق بس ليه العربيه متشبره من قدام يا جماعه تحس ان هي مغيمه شويه بتوصل لل 100 مرتاح العربيه ما شاء الله جميله يا جدعان وتحفه نقدر بقى نجرب الدرافتات هنا ياب الله الله على الصقل يا ابو اللذيذ يلا يلا سوري 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 عرفت الزحلقه ها حبه صغيرين
طبعا يا جدعان نقدر بقى نجرب ونشوف العربيات اللي تعجبنا وعلى اساسه ممكن بقى نختار، ممكن نشتري، ممكن نكبر دماغنا زي ما احنا عايزين كده. المفروض جربنا. ياب، خلينا بقى نرجع تاني. كانت تجربه لذيذه. اللي افتحوا لي لو سمحت. حلوه العربيه دي يا جدعان، ممكن نحطها في الخطه بتاعتنا اللي جايه. خليني برضو يا جدعان اجرب العربيه الفخمه دي، بصراحه عايز اشوفها. ياب، خلينا نخش مع ناس يا جماعه. اركب انطلق يا ابو اللزاليز. اه الفخامه، انا فين يا جماعه؟ انا اختفيت ولا ايه؟ طار. ايوه تير يا معلم، تير. العربيه ما شاء الله سريعه يا جدعان. لو الفرامل بتاعتها ماسكه حلو. كمل. ايوه نخدنا يا جدعان بقى، نقعد نرقص العربيه شويه. لا ماسكه نفسها يا جماعه. يلا بص قبل الحته بقى، نيجي عاملين حته كده على السريع. الله ممكن ناخد دي تخميسه يا جدعان، خلينا نجرب. الله عليك يا وحش يا وحش. الله يا وحش. كمل. شوف وتعلم. الله على التخميسه. ما ظبطتش قوي يا جدعان، بس يجي منها العربيه. خلينا نجرب السرعه القصوى. الله، واصله لكام؟ والله ما شايف يا جدعان. ارجع يا معلم. يلا كده خلصنا، نرجع العربيه زي في مكانها يا جدعان. كده تستثنيها، عربيه لذيذه، ممكن زي ما قلت لكم في الخطه المستقبليه نقدر نجيبها. اديله يا معلم. ايوه بقى، العربيه الغريبه دي ده شكلها فخم. يلا تاني. ميمي بقول لك ايه، ما تظبطينا يا ميمو بقى. عايزين احنا كده الحاجه جبناها. ايوه بقى كده للشغل العالي كده يا جدعان. ميمي مهمتها انتهت. دلوقتي نقدر بقى نجيب مكان فخم، نقدر يا جدعان نحط فيه العربيات بتاعتنا الجديده. طبعا يا جدعان ظبطنا الستايل، بصراحه عجبني. نقدر دلوقتي نجيب موظفين، فخلينا يا جدعان نظبط حوار الموظفين. طبعا ده اللي هيكون مسؤول، وعندنا ممكن كمان نجيب بنت كمان مساعده يا جدعان في المكان، فحاجه كويسه. نقدر يا جدعان نجيب مكان زي ما احنا عارفين، نقدر مثلا نجيب السير بتاعنا، ونقدر كمان نجيب تقريبا مكان يقدر يظبط ويطلع العربيات وينش يا جماعه. والله ممتاز، كل ده هيكلفنا 4 مليون. يا وستي ايه شبنا العضويه دي ولا مش شبناها؟ 4 يا مفتريين، امال لو جيت طورت على كده كان حصل. يلا يا جماعه ان شاء الله يبقى مشروع حلو، اشترينا بيزنس جديد. يلا نحط هنا ونبدا يا جدعان ننطلق. شكرا ليك يا ميمي، كده انت ظبطت الكلام، عملت اللي عليك وزياده كمان. What up though? Little birdie told me you got a mod shop. We in business fool. Come on through. كي دي جي، مين ده يا جماعه؟ هو ده اللي المفروض ماسك الجرس؟ كي دي جي، اسم جديد خلينا حافظينه يا جدعان. اوه يا جدعان، ده في كمان تغيير الهدوم هنا. واو، نقدر نظبط الكلام. استنى يا، في تغيير؟ طب ما ظبط لنا الهدوم بتاعتنا. والله عندهم حاجات يا جدعان بس ما عجبتنيش قوي بصراحه. التيشيرتات شكلها عريقه، المفروض تكون حاجات مميزه. ما علينا، ممكن يبقى نفعك بعدين. اوكي، ده في كمان هنا طقم يا جدعان بالكامل. الله. ايه الدلع ده؟ والله ما عارف يا جماعه، محتار. بصوا، لو انت حابيني اغير طقمه بحيث نجيب طقمه زي دي نقدر نستخدمها في السباقات وكده، اوكي اكتبوا لي يا جدعان في التعليقات وباذن الله اظبطها. استنى بقى نشوف بقى الكوتشيات، لو كوتشي يستاهل هجيبه. ايه رايكم يا جماعه؟ شكله عجب، عمال بص بقى يزعتت. بقول لك ايه، انا هجيبه باذن الله. يلا اشتري يا عم. ايه ده، انا لازم اكون ليفل 243. طب ده اسمه كلام. طب ايه ده ليفل 3 بذمتكم؟ ده يعني ينفع عشان ليفل 3؟ ده جوه يا جدعان السباق نفسه، يعني في ليفلات تانية غير الليفلات بتاعتنا. لما نيجي نخش نعمل في الدرافتات يا جدعان نقدر نشتري الطقمه. يا حلول، وانا ما كانتش عجباني اصلا. طب استنى نشوف، طيب الطوايم نقدر نشتري حاجه زي كده؟ لا يا جدعان تقريبا بس نقدر نشتريها بكاش. ايوه بس في حاجه تانية ما نقدرش نفتحها غير بليفلات، حتى الكبات بس حاجات تيجي منها يا جدعان، حاجات كويسه. طب انت ما عندكش بنطلونات هنا ولا ايه الكلام؟ لا لسه يا جدعان، هتجيب بضاعه في المستقبل بقى. شكرا، طلعني. شكرا، تعبناكي معانا والله. نقفل، نقدر نجيب طقمه ثانيه جديده. اخيرا طلعنا يا جماعه، والله المكان فخم. ايه، ثواني، في ناس هنا كمان؟ ايه يا جماعه، منتشرين في كل حته ولا ايه؟ ايه ده يا جدعان، الناس فيها يا جماعه؟ هدوا يا جماعه، استهدوا بالله. استهلا فيها ايه؟ والله العيال بتتعارك. اللي انا خدت يا جدعان العربيه وقلبت عيش، العيال عماله تفايض. حطوا بعيد عني يا جماعه. المهم يا جدعان هنوصل للمكان بتاعنا الجديد وهنشوف الفخامه يا جدعان. هو كان بيحاول يخش بالعربيه، تقريبا ما ينفعش يخش بيها غير لما يخلص شويه المهمات اللي احنا عملناها. فخلينا بس ننطلق يا جدعان المنطقه بتاعتنا. افتح بقى هنا كده نقدر نخش ولا ايه الكلام؟ كي انزل طيب الاول.
خش 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 يا ابو اللزريز. ايوه بقى بركولة يا جماعه، بركولة يا جدعان، بركولة على المكان والمشروع الجديد اللي جبناه في جي تي اي. خطوه حلوه يا جدعان ومصروف كتير، الله يعيننا على السداد يا جماعه. هي واو على الفخامه. هو فين مفيش حد الدنيا وصوص؟ مفيش غير مفك؟ انا قاعد بلعب مزقطه رايق والله رايق. جدعان ما كنتش مختار اللون ده، عمره اتغير كده ليه؟ ده لسه في تفاصيل تانية. اهي البنت والولد التانيين، قلت لكم في بيزنس يا جدعان. عجبك ها؟ ايه يا جماعه في ايه؟ مش مالي عليكم انا ولا ايه؟ والله ما فاهم انا يا جدعان اللي بيحصل. ركزوا معايا بقى يا جماعه ها، خلينا في البيزنس بقى دلوقتي. انا همسك المكان هنا ولا انتوا بقى تظبطوا؟ عايزين نظبط الكلام ونعمل بيزنس حلو. قشطه. بقول لكم ايه، عايزين نجيب احلى عربيات نحطها في المنطقه بتاعتنا في المكان بتاعنا. وريني بقى الشنطه دي، وريني الشغل العالي، طلع بقى الشغل العالي يا معلم، انت بخبي من بدري ها. وريني. الله الله على العربيات. اوعى تقول لي دي مهمات. ايوه get it out the impound lot and bring it back. مهمات يا جدعان. استا الشغل العالي. يعني انت كل واحده تطلعها لي يخت تحطها لي، واخدت الخط المفك بتاعي ليه؟ هات المفك بتاعي. يا لعبك يا لعبك. يلا تشوفك على خير. كتر خير كده، انت تحطي لي بس العربيه دي وسبتي لي ومشيتي. يا اختي مالك عم في رايقه يا اختي، ومشيت يا جماعه وسابت لي طبعا العربية دي. واو كلام بقى كبير يا جماعة. انا ادخل بقى اقعد اريح كده شويتين عشان احاول استوعب يا جدعان اللي حصل النهاردة. في حاجات كثيرة جدا وفي حاجات فخمة هنعملها المرات اللي جاية. فطبعا يا جدعان هقف لحد هنا، فلو عجبكم الفيديو انا متأكد جدا اكيد انتم انبسطتوا وسقطتوا منه يا جدعان في مشروعنا الجديد. ما تنسوش بقى تشتركوا معنا في القناة واستنوا بإذن الله الاجزاء التانية في جي تي اي في. اشوفكم مرة جاية فيديو جديد مع اي سي تي يوب جيمنج. يلا سلام.